قال عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. إذا جعلت هذه الآيات مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا، كتاب الله، فهو سبيل العصمة وسبيل الهداية.